أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة سرحان برو. إن كانت زيارتكم الأولى للقناة لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد، وكذلك على زر الإعجاب لتشجيعنا على المزيد من العطاء. فيديو هذا اليوم بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على أجهزة تلفاز سمارت تي في ذات نظام أندرويد، وكذلك الذين يتوفرون على أجهزة تي في بوكس، وكذلك تنطبق هذه العملية على أجهزة الهاتف. إذن حلقتنا اليوم هي كيفية نقل مجموعة من التطبيقات المتواجدة على هاتفنا النقال إلى تلك الأجهزة بضغطة زر واحدة. نعم، ضغطة زر واحدة، ونرسل كل ما يتواجد على هاتفنا إلى هذه الأجهزة. كيف ذلك؟ ابقوا معي، نلتقي بعد هذا الفصل القصير. حياكم الله أصدقائي صديقاتي على قناة سرحان برو. اليوم سنتعرف على طريقة نقل جميع التطبيقات الموجودة معنا مثلا على هذا الهاتف النقال إلى جميع أجهزة الأندرويد. في هذه الحلقة سأستعرض معكم طريقتين اثنتين تتمان عبر تطبيقين منفصلين. سأتحدث لكم عن أول تطبيق معنا، هدونه هنا في هذه الخانة، وهو مثبت على هذا الجهاز ديال الأندرويد تي في بوكس، يسمى اس اكسبلوراتور، أو كما يطلق عليه مستكشف الملفات الموجودة على الجهاز. والتطبيق يجب أن يكون مثبت على الجهازين، بمعنى أنه يجب أن يكون على الجهاز الذي أمامكم وكذلك على جهاز الهاتف الذي سنقل به هذه التطبيقات التي نريدها. كما ترون ها هو مثبت على الهاتف. لتحميل التطبيق الذي سنحتاجه يكفي أن تدخل إلى جوجل بلاي دي الشاكلة، ثم نكتب هنا ES File Explorer File Manager، ثم نختار واحد من هذه، سأختار هذا مثلا وأقوم بتحميله على كلا الجهازين. بعد تحميل هذا التطبيق الذي تشاهدونه أمامكم على كلا الجهازين، نقوم أولا بفتح هذا التطبيق الذي تشاهدونه على جهاز التلفاز. نتركه مفتوحا هكذا ونتوجه إلى نفس التطبيق الموجود معنا على جهاز الهاتف بهذه الشكل، نفتحه كذلك. نتوجه إلى كما تشاهدون، نتوجه إلى الابليكيشن. ستظهر معنا الآن جميع التطبيقات الموجودة على هذا الهاتف. سنقوم باختيار ما نريد أن نرسله إلى الجهاز الآخر. سأختار مثلا هذا التطبيق شارمي، هذا سأضغط عليه قليلا حتى يصبح بهذه الشاكلة وذو اللون الأخضر. أتوجه إلى بارتاجي، ثم انفويي باغ ريزو. سيظهر معنا الجهاز الذي سنرسل إليه، سنختاره. جهازي هو هذا، سأضغط هنا ثم أرسله بالأيقونة الموجودة أعلاه. أنتظر تظهر معي هذه الشاشة أمامكم. سأقوم بالضغط على الموافقة، موافق على جهاز التلفاز، ثم أختار أين أضع هذا التطبيق. مثلا سأختار هنا داونلود، سأفتحه ثم أضع موافق. ها هو الآن يظهر أمامكم، قد تم إرساله بنجاح. سنقوم بفتح هذا التطبيق لكي نثبته على جهازنا الذي أرسلنا إليه. تثبيت، ثم نذهب تثبيت، ثم نقوم بفتح هذا التطبيق بطريقة بسيطة جدا. سوف نراجع مثلا جهازنا ونرى
هل يتواجد عليه هذا التطبيق؟ ندخل إلى التطبيقات وسنجده ها هنا، ها هو التطبيق الذي أرسلناه لجهاز تي في بوكس. الآن سنشتغل على الطريقة الثانية ومع تطبيق آخر، وهو تطبيق شيرمي أو لا الميدروب، وهو تطبيق خاص من شركة شياومي. كما تشاهدون التطبيق هو مثبت على الجهاز الذي نعمل عليه التجربة وهو تي في بوكس. يجب أن يكون كذلك مثبت على كلا الطرفين، على الهاتف مثلا كما تشاهدونه، وكذلك في الجهاز الآخر. للقيام بتثبيت هذا التطبيق يكفي أن نتوجه إلى جوجل بلاي ونتوجه إلى الأعلى في مكان البحث ونكتب الآتي: مي دروب. أثناء بداية كتابتنا لهذا البحث عن هذا التطبيق يظهر معنا هو الموجود في الأول، هذا سنحاول أن نضغط ريسيرش. هذا هو التطبيق، نضغط عليه ثم نحمله. أصدقائي، نقوم بفتح التطبيق ميدروب أو شارمي، نتركه هكذا ثم نتوجه إلى هاتفنا النقال لنفتح نفس التطبيق. أول شيء سأقوم بالضغط على أنفويي هكذا، ثم أتوجه إلى هنا. هذه هي التطبيقات الموجودة على هاتفي النقال، سأضغط على واحد منهم لكي أرسله. مثلا أضغط على هذا، وإن كنت أريد أن أرسل أكثر سأضغط مثلا على 2 في وقت واحد، سأرسل هذين التطبيقين. سأضغط هنا أنفويي، سأضغط ديفينير، أفعل خدمات الموقع، أعود بهذا الشكل، سأترك هكذا وأتوجه إلى جهاز التلفاز أو الجهاز الآخر تي في بوكس وأضغط على استلام. سأضغط على استلام. كما ترون أن الاتصال جاري الآن ويظهر أمامنا اسم البوكس. ستظهر لنا هذه الأيقونة أو الكود بار، نتوجه بالهاتف كما شاهدتم قبل قليل، نتوجه إلى الشاشة مباشرة للرمز كود بار، وهو الآن يحاول الاتصال بين الهاتف والتي في بوكس. إذن كما تشاهدون هذه العملية، ها هما التطبيقين معا يتم إرسالهما من الهاتف إلى جهاز تي في بوكس وتم اكتماله. ننتظر التطبيق الثاني، وكما تشاهدون انتهى من عملية التقاط التطبيقين في نفس الوقت، ويمكن لك أن ترسل أو كل التطبيقات الموجودة على الهاتف بهذه الطريقة إلى الجهاز الآخر. هذه الزاوية هنا تظهر لكم تثبيت، يعني أننا إن أردنا أن نثبت هذا التطبيق نضغط هنا، وكذلك بالنسبة للتطبيق الثاني. سنجرب مثلا نثبت التطبيق الأول كما يظهر أمامكم. نتوجه إلى تثبيت، نضغط ثم نضغط هكذا دوما ثم تثبيت في الأسفل، وها هو التطبيق تم تثبيته على الجهاز، نقوم بفتحه كما تشاهدون. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للتطبيقات الأخرى. وللتأكد من أن التطبيق موجود معنا الذي قمنا بتحميله وتثبيته، نتوجه إلى تطبيقات، إلى هذه الخانة. كما تشاهدون ها هو التطبيق الذي قمنا بإرساله إلى هذا الجهاز وقمنا بتثبيته. أتمنى أن ينال إعجابكم فيديو هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.